على قدم وساق يعمل القائمون على المجلس البلدي زوارة بكل ما أتيح لهم من فرص من أجل تقديم الخدمات لأهالي المدينة. تعبيد الطرق في المدينة جزء من الخدمات التي تقدمها البلدية. نحن اليوم في تغطية خاصة لمشروع طريق شعارة البزار وطريق أخرى هي في التقسيم الغربي، وهذه طبعا من ضمن قرارات المجلس البلدي زوارة لتعبيد هذه الطرق التي تقع في حيين مهمين في مدينة زوارة، ويعاني سكان هذه الأحياء منذ سنوات طويلة من قلة وجود مسارات وطرق تؤدي إلى هذه الأحياء، وهذه الطريق ربما لها أكثر من أو ربما عقود يعني، والناس في انتظار هذه المرحلة النهائية من تعبيد الطريق. عقود طويلة وطريقة الحي الغربي وشعارة البزار كما هما أمر عانى منه الأهالي في السابق في اختيارهم مسالك أخرى للوصول إلى مكانهم المقصود. تتم عملية تعبيد الطرق في المدينة من قبل الشركة المنفذة لهذه العمليات بشكل جيد في ظل أمان أهالي زوارة أن تعبد باقي الطرق لكي تظهر المدينة بالشكل اللائق.